البنات، مرحبا بكم معنا في قناة أم جنات. اليوم إن شاء الله غندير لكم واحد البسبوسه بالمندرين أو الليمون اللي متوفر. ودابا إن شاء الله راه الليمون متوفر والمندرين راه تبارك الله كاين، صراحة كتجي لذيذة وزوينة وصحية وفيها الليمون، وشكون اللي ما كيبغيش الليمون؟ وهاد المندرين راه صراحة موجود دابا ومتوفر دابا في الأسواق، حتى الليمون راه خرج دابا. كنتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، واللي ما تابوناش اتابونا في لاشين ديالي ويدعمني بلي لايك لي لايك لي لايك ويدق الجرس باش يوصلو ديما الجديد. اذا اول حاجه انا كما كتشوفوا هنايا عندي مندرينه وحده اللي قطعتها هكا، خليتها بالقشور ديالها، خليوها بالقشور ديالها، او اللي بغى يعوضها بكاس ديال الليمون ماشي مشكل. دابا راه المندرين تبارك الله راه متوفر الان في البلاد ديالنا، وزوين ولذيذ وحلو بطبيعة الحال. وهنا عندي كاس ديال العنبة ديال سنيدة وكاس ديال الماء. اذا اول حاجة غنحضر هذا السيرو، هذا السيرو باش غنسقي ان شاء الله هاد البسبوسة ديالي. اذا غناخد هاد كاس سنيدة نخويه ونخوي عليه هاد الكاس ديال الماء ونديرو في النار حتى يغلى ويولي بحال السيرو ويدوب ديك السنيدة، ونرجعو باش نقادو ان شاء الله البسبوسة ديالنا ونوريكم المقادير والطريقة كيف ما كيما قلت لكم. غديرو هاد السيرو حتى يدوب وضروري على شهو الاول باش يبرد لينا ونسقيو به البسبوسه ديالنا. دابا نمرو باش نوجدو البسبوسه ديالنا اللي صراحه المقادير ديما سهله. عندي هنا كاس ديال زيت العنبه او ما يعادل 160 مليلتر، هنا عندي نصف كاس ديال الماء ديال العنبه ما يعادل 80 مليلتر، هنا عندي جوج كيسان ديال السميده ديال الحلوه الرقيقه ما يعادل 250 غرام، هنايا ما يعادل جوج كيسان ديال العنبه، وهنايا عندي كاس ما عمرش ديال السنيده الحلوه البنات على حسب الذوق. كلكم ديروا الحلوه كما بغيتوا، كما قلت لكم الحلوه على حسب الذوق كما بغيتوا، حيت السيرو راه كما شفتوا راه درنا فيه واحد الكاس ديال السنيده. هنا انا درت كاس ما عمرش، يمكن لكم تزيدوا او تنقصوا. وهنايا عندي معلقه ديال الخل، هنا درت الخل ديال الحامض، يمكن لكم ديروا الخل الابيض او الخل اللي متوفر عندكم. هنا عندي جوج مندرينات حيدت لهم داك العظم اللي كان في وسطهم وحيت لهم القشره. دابا اصلا المندرين ما فيهش العظم، لا خديتو داك اللي لاصق فيه القشره كما شفتوا راه غسلته وحيت له القشور وحيت له عفوا داك النواه الابيض هنايا ودوك الخيوط هنايا البيضين، وخليتهم هكا بطبيعه الحال راه مغسول، وخليته بالقشره ديالو. هنا عندي جوج بيضات، هنا عندي بطبيعه الحال قبصه ديال الملح، وعندي جوج خمرات حمرين. اذا ان شاء الله نبداو بالطريقه. نظن ان المقادير واضحه، الا ما وضحاش لكم شي حاجه خليوها لي في الكومونتير. ناخدو مولينيكس غنديرو فيها جوج بيضات، هما الاولين مولينيكس، وغنديرو كاس ديال السنيده اللي ما عمرش، ونديرو معاهم قبسه ديال الملح، ونديرو معاهم دوك جوج مندرينات، عرفتوا المندرين راه فيه الماء، ونطحنوه مزيان، نحصلوا على عصير تطحنوه مزيان ونرجعوا باش نكملوا الوصفه. كما كتشوفوا البنات من بعد ما طحنت داك الخليط راه كيجي بحال هكا، ما خاصش يكون فيه نهائيا شي طرف باين، من الاحسن تطحن مزيان. راه كيطحن دابا الليمون راه فيه الماء دغيا كيتطحن، خصوصا في واحد الريحه تبارك الله طالعه غزاله البنات، خصوصا عشاق الليمون او المندرين. هنا غندفع عليه داك الكاس ديال الزيت، هنا ديال العنبة، نصف كأس ديال الماء، وغندير كأس الأول ديال السميدة والكأس الثاني. غنخلي لكم في صندوق الوصف المقادير بالغرام ضروري البنات. غندير جوج خمارات هنايا حمراء خاصة بالحلويات، الخمارة الثانية كذلك، وندير فوقهم هذيك معلقة ديال الخل، هي كتخليها تنفخ وتتفاعل ديك الخميرة، أي خل متوفر عندكم. ونخلط هاد المقادير بطبيعة الحال مزيان، ونديرهم هنا فواحد المولية ديجا أنا دهنت هنايا بالزبدة ورشيتو بالطحين. ما ترشوش البنات بالسميده، لان رشيتو بالسميده غادي
يعطيكم ريحة الحرق ويتحرق لكم التحت ديال البسبوسة. من الأحسن تهنوه بالزبدة وديروه بالطحين، الطحين من الأحسن، أو بالزيت. اللي مولف كيدير الزيت يدير الزيت، أنا هنا درت الزبدة والطحين. من الأحسن ديرو الزبدة والطحين، ما ديروش السميدة، لأن السميدة كتلصق هاد البسبوسة وكتعطي التحت ديالها كيولي لنا محروق. إذا كنظن أن الفكرة تكون واضحة. إذا غنخلط هاد المقادير مزيان البنات ونديرهم هنايا في هذا المول. وانا راه ديجا انني راه رديت الفران ديالي سخون، يكون على درجه حراره سخونه بطبيعه الحال البنات، يكون الفران سخون. واللي عنده فران ثقيل يسخنه في الاول منين غيبدا يبدا، انا رديته يسخن ويدخل هاد البسبوسه طيب، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. كما كتشوفوا البنات يعني درتها في المول ديالي ورديت الفران يسخن، غنخليها حتى طيب من تحت ونشعل عليها الفوق باش تحمر ليا، ونخرجها باش نسقي داك السيرو اللي كنا صوبنا قبيله. اذا نتلاقاو من بعد ان شاء الله من بعد ما طيب. كما كتشوفوا البنات من بعد ما طابت معنا البسبوسه خلينا تتحمر الوجه ديالها وطابت مزيان. وهنا كما كتشوفوا السيرو اللي وجدناه خلينا حتى يبرد، ضروري البنات يكون بارد والبسبوسه تكون سخونه، ونسقيوها بهذاك السيرو بطبيعه الحال وهي سخونه، ما نخليوهاش تبرد. دابا راه يلا خرجتها انا من الفران وغنبدا نسقيها بداك السيرو. شاش قلت لكم البنات نقصوا من الحلاوه، لان السيرو ديجا راني دايره فيه كاس ديال سنيده. غنسقيها مزيان بهذاك السيرو كامل كله، يعني ما غتنقصوا منه والو، داكشي اش عطيتكم العبار ديالو، لان غنديرو كامل. غنسقيها ونخليها تشرب مزيان وهي سخونه، راه هكا تشرب. نتلاقاو باش نوجدو ان شاء الله الكريمه اللي غنديرو فوقها، وهي عباره عن كريمه ديال الليمون. وغنديرها فوقها بطبيعه الحال ونخليها مزيان تشرب هاد السيرو اللي وجدتها. نتلاقاو باش نصوبو الكريمه بطبيعه الحال، غنخليها على جنب باش نشربو. نتلاقاو باش نوجدو الكريمه. الكريمه ديال الليمون اللي غنديرو فوق البسبوسه ديالنا كنحتاجو لها كاس ديال الليمون او كاس ديال المندرين، عصير المندرين اللي متواجد عندكم، كاس ديال العنب، وجوج كيسان ديال الماء، ومعلقه ديال النشا، نشا الذرة أو المايزينا، معلقة كبيرة. وهنايا فلون ديال الكراميل ديال السكر اللي فيه السكر، فيه ديجا السكر هو اللي درت أنايا. ممكنكم ديرو فلون ديال البنان أو فلون ديال الليمون أو فلون ديال الفاني. إلا درتو دوك العاديين ديال الدرهم البنات، حاولوا زيدو جوج معالق ديال السنيدة. درتو هادو اللي ديجا فيهم السكر، ما ديرو لا سنيدة لا حتى حاجة. أنا اختاريت الكراميل، أنا كيعجبني الكراميل، بغيتو ديرو أي فلون ديروه، اي نكهه بغيتو ديروه، راه صراحه كيجي غزال اي حاجه كتواسى مع الليمون. ديروها البنات كما قلت لكم، لا درتو الفلون الصغير، ديروا جوج معالق السنيده، درتو هذا ما ديروش السنيده نهائيا. اذا غنبداو بالطريقه، هي الطريقه، هي طريقه تحضير الكريمه ديال الليمون. اذا غناخذو كاسرون غنديرو فيها كاس ديال الليمون، عصير الليمون عفوا، او عصير المندرين. دابا تبارك الله موجود الليمون والمندرين، كاس ديال الماء، ونشا بطبيعة الحال معلقة كبيرة أو المايزينا. ونديرو الفلون ديال الكراميل، أنا درت فلون كراميل، ممكن نتوما أي فلون أي نكهة بغيتو، البنان أو الليمون أو الفاني، كيجي تا هو زوين. غادي نحركهم وغادي نردهم فوق النار حتى يعقدو مزيان، تنحس بيهم ولاو كي الكريمه. ونرجعو باش نوريكم الطريقه اللي غنديروها فوق البسبوسه. نسيت ما قلت لكم، راني ضفت الكاس الثاني ديال الماء حتى هو راني ضفتو، راني خلطتو مزيان، غنحطهم فوق النار حتى يعقد هذا الكحل، ونطلقوا من بعد. كتشوفوا البنات من بعد ما دابت ديك، من بعد ما تصبات ديك لا كريمه كتجي عاقده، خليتها شويه تبردات، راه شويه قبيله وهي واقفه شويه تتبرد، ما تضيفها شويه سخونه باش ما تعجل لكمش البسبوسه. غندفيها بشويه البنات، سقط فيها كعادي. انا غنبداو نضيفها بشويه فوق هذيك لا كريم، فوق هذيك البسبوسه، هاد لا كريم ديالنا ضروري قلت لكم تكون ماشي كيف تحيدوها من الوضع، خليوها واحد شويه ديروا حيت لا جلسات عاوتاني بزاف غادي تعقد لكم في الكاسرون. انا نخليها هكا، ندخلها حتى تبرد مزيان وتشد في راسها وتبرد، من الاحسن البنات تبرد مزيان، ونقدم عليكم بالصحه والراحه.
كما كتشوفوا البنات، هذه هي الشكل النهائي ديال البسبوسه ديالنا. انا الصراحه صور الفيديو هكا بهذه الخطوط هكا ديال الشكل الابيض اللي دزت، عاد تمسح لي البنات. عفوا، مره اخرى نعاود نديرو ان شاء الله. راه ساهل نديرها بخطوط ديال الشكلاط بحال شكل ديال الملفوي. بصراحه البنات غير جربوها، راه كتجي رائعه، بواحد المذاق رائع، وكتجي فازكه. انتم شوفوا كتجي رطبه وهشيشه وفازكه بسهوله، كتقطع وفاسكه كتجي غزاله، مسقيه بالليمون وداك النكهه ديال الكراميل. تتمنى انكم تجربوها، من الاعجاب ديالكم وتخلوها لي في التعليق. من بعد ضروري تكون البنات بارده، من بعد ما بردت هذا هو الشكل النهائي ديالها. ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي ودعموني بلي لايك. كنشكركم، كنتمنى لكم الخير كما العاده.